إلى أرض الأردن لجأ كثير من الأنبياء، وأرسل عدد منهم إلى بعض الأقوام فيها، ومر منها رسل آخرون. ومن الذين لجأوا إليها لوط عليه السلام قبل أن يحل العذاب بقومه على الجانب الآخر من البحر الميت. هناك طريقان إلى المنطقة التي لجأ إليها لوط عليه السلام، الأولى من جبال الكرك جنوبي الأردن باتجاه المنطقة التي تسمى الآن غور الصافي، وعرفت تاريخيا باسم زغر أو صوغر. أما الطريق الآخر الذي يختاره المقيم في العاصمة الأردنية عمان فهو طريق الأغوار الوسطى إلى البحر الميت، الذي يصل بين مرتفعات تتجاوز 900 متر فوق سطح البحر نزولا إلى أكثر من 400 متر تحت سطح البحر، وهي أكثر البقاع انخفاضا على سطح اليابسة في الكرة الأرضية. احنا خرجنا من عمان غربا تقريبا بالطريق المتجه نحو الأغوار الأردنية، ومنها سوف ننعطف يسارا باتجاه الجنوب بموازاة البحر الميت حتى نصل إلى منطقة غور الصافي أو بلدة زغر كما كان اسمها القديم. منطقة البحر الميت وغور الأردن بشكل عام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. وجاء العلم الحديث في هذا اليوم ليثبت أن منطقة الأغوار الأردنية ومنطقة البحر الميت هي فعلا أخفض نقطة على سطح البحر، إذ يبلغ انخفاض منطقة البحر الميت ما يزيد على 400 متر دون مستوى البحار العادي تقريبا. المسافة من عمان إلى البحر الميت تزيد على 30 كيلومترا بقليل، والنشاط الكثيف لحركة السيارات على هذه الطريق يشير إلى الأهمية الاقتصادية لمنطقة غور الأردن، وخاصة من حيث الإنتاج الزراعي فضلا عن الجانب السياحي. وهناك لوحات إرشادية على الطريق تشير إلى منسوب المنطقة بالنسبة إلى سطح البحر. في نزولنا إلى منطقة البحر الميت كما تلاحظون وصلنا إلى هذه النقطة والتي تبعد حوالي 18 كيلومتر عن البحر الميت، تشير اللافتة هنا إلى أننا في المنطقة التي توازي سطح البحار العادية التي تغطي سائر أنحاء الأرض. في هذه المنطقة تحديدا نحن في المستوى صفر عن سطح البحار العادية، حيث كما تلاحظون تشير هذه اللافتة إلى أننا في طريقنا إلى منطقة البحر الميت من منطقة عمان التي يناهز ارتفاعها في كثير من المناطق 1000 متر، متجهين نحو منطقة البحر الميت التي يزيد ارتفاعها انخفاضها عن 400 متر دون مستوى سطح البحار العادية كمثل البحر المتوسط. على الجهة الغربية من غور الأردن جبال فلسطين، وتعلوها مدينة القدس التي تبلغ المسافة إليها من منتصف الغور وهو نهر الأردن نحو 20 كيلومترا، لكن الذاهب إلى كهف لوط يتجه يسارا نحو البحر الميت. على يمين الطريق نشاهد البحر الميت أو بحيرة لوط، وهو أخفض نقطة على سطح اليابسة، والذي جرت عند طرفه الجنوبي وقائع قصة لوط عليه السلام مع قومه. للأغوار الأردنية وبمحاذاة البحر الميت احنا متجهين ان شاء الله الى كهف النبي لوط عليه السلام. والعلم البحر الميت هو اشد بحار العالم ملوحة، اذ تبلغ نسبة الاملاح فيه حوالي 10 أضعاف النسبة الموجودة في البحار الاخرى، يعني ما يوازي ثلث حجم المياه الموجودة في البحر هي عبارة عن أملاح. بعد البحر الميت نتجه نحو منطقة غور الصافي حيث كهف النبي لوط أو مقام النبي لوط عليه السلام. جبال الجانب الآخر وقعت عليها أحداث تاريخية مهمة، ومن أقصاها الجنوبي انتقل لوط عليه السلام إلى القوم الذين أرسل إليهم. مكان سيدنا لوط لم يكن أكثر من مكان، هو قيل كانت مجموعة من القرى،
وهو نزل في أمها وهي السدوم على 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 بحر جميل، وكانت له أرض يزرع فيها. عندما جاءته الملائكة متشكلين على هيئة رجال، كان يعمل في أرضه في المزرعة، لكن هي كانت مجموعة من القرى، لكن ربنا عبر عنها بأنها قرية. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والخبائث معروفة طبعا. ويظن بعض الناس أن البحر الميت وهو جزء من حفرة الانهدام القارية تشكل بعد الخسف الذي حل بقوم لوط، لكنه أقدم من ذلك، إذ يعود إلى حقبة جيولوجية سحيقة في القدم، لكن حجمه كان يختلف من زمن إلى آخر، وهو الأمر الذي يحدث الآن. جيولوجيا وتاريخيا وزمانيا أقدم بكثير من قوم سيدنا لوط ومن سيدنا لوط عليه السلام، يعني لا مجال للمقارنة بينهما. وبالتالي لا يتصور أحد أن الغوص أسفل هذه المياه يمكن أن يفضي إلى رؤية منازل مقلوبة أو آثار قوم لوط أو آثار مدائنهم، إذ لا يعقل أن الأقدم يأتي أعلى من الأحدث. فالبحر الميت أقدم، وبالتالي وجوده سابق لقرى قوم سيدنا لوط، لكن المعتقد أن قرى قوم سيدنا لوط عليه السلام الخمسة كانت بجوار البحر الميت، وتحديدا عند الجزء الجنوبي للبحر الميت الذي لم يكن موجودا في القديم، إذ تشير خارطة الفسيفساء في مادبة والتي تصور مناطق دلتا النيل وبلاد الشام وحتى أطراف العراق ومركزها مدينة القدس، تشير هذه الخارطة إلى البحر الميت بجزئه الشمالي فقط دون الجنوبي، مما يدل على أنه لم يكن موجودا في ذلك الحين في القرن السابع الميلادي عندما رسمت هذه الخارطة. فلعل قرى قوم سيدنا لوط عليه السلام كانت تسكن إما فيما يحيط ما هو الآن الجزء الجنوبي من البحر الميت، أو في موقع الجزء الجنوبي من البحر الميت، وخسفت إذ خسفت. ثم في سنين لاحقة وفي عهود لاحقة امتد البحر الميت على إثر موجات الأمطار ونزول المطر الكثيف في سنوات عديدة وأزمان مديدة، حتى طغى الماء على هذه المنطقة. ولذلك من المعروف والثابت أن الجزء الجنوبي للبحر الميت أقصى عمق له لا يتجاوز 10 أمتار، بل أنه الآن شبه جاف، والمتبقي منه عبارة عن سبخات وملاحات لأغراض استخراج البوتاس وما شابه. إذن قرى سيدنا لوط عليه السلام التي خسف بها يغلب الظن أنها أسفل الجزء الجنوبي من البحر الميت الذي نحن بصدد الوصول إليه بعد قليل. قبل الوصول إلى كهف لوط يوجد قرب الطريق عمود حجري على شكل تمثال، يظن الناس أنه بقايا امرأة لوط التي عصت تحذير الله بعدم النظر إلى الخلف وهي تهرب مع زوجها من سدوم. أما ما يزعمه الناس من شواهد أخرى تتعلق في قوم سيدنا لوط وتحديدا زوجة سيدنا لوط، إذ يزعمون أن هذا الشاهد الحجري الذي ترونه هو يمثل زوجة سيدنا لوط بعد أن تحولت إلى ملح، فيشير الكتاب المقدس أن زوجة سيدنا لوط قد تحولت إلى عمود من الملح بعد أن حصل الخسف وخرج سيدنا لوط من قريته، ويزعمون بالتالي أن هذا الشاهد الحجري أو التكوين الحجري الطبيعي هو الذي يمثل زوجة سيدنا لوط، لكن الحقيقة خلاف ذلك تماما، إذ أن هذا الأمر لا يعدو كونه تشكيل صخري جيولوجي طبيعي نشأ من عوامل التعرية المختلفة، ولا علاقة له بسيدنا لوط ولا بزوجة سيدنا لوط سوى التشابه فيما بينه بالشكل العام وبين شكل الإنسان أو البني آدم. نقترب كثيرا من المنطقة التي كانت مجاورة لقرى قوم لوط.